في ظل انتشار الظلم في الأرض والخوف واليأس، ربنا هيهدي راجل لقيادة المسلمين وتوحيدهم جميعاً. عصره هيبقى كله نصر وعزة للمسلمين، هيحقق العدالة المطلقة في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنه، عرفنا اسمه والمكان اللي هيظهر فيه وشكل الأرض في عهده، والعلامة اللي لو حصلت تبقى أكبر دليل إن هو ده الراجل المقصود. مين الراجل ده وإيه اللي هيحصل بالظبط؟ تفاصيل كتير أخبرنا بيها النبي عليه الصلاة والسلام، يلا نشوف. كل فترة كده بيطلع واحد يقول أنا المهدي، يمكن معظمنا عد عليه الحكاية دي. الناس دول فيهم اللي مخدوع وفيهم اللي مريض، والله أعلم بحالهم، لكن قطعا ولا واحد فيهم صادق. ليه؟ أولا كلمة المهدي دي صفة مش اسم، يعني واحد ربنا هداه فبقت دي صفته، لكن المهدي اللي في الأحاديث ليه اسم. النبي عليه الصلاة والسلام قاله، قال يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. دي أول حاجة. تاني حاجة قال عنه إنه هيبقى من ذريته، يعني من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضها، ومن صفاته إنه أجلى الجبهة، يعني الشعر منحسر عن جبهته، باللهجة المصرية أصلع، وأقنى الأنف، يعني أنفه فيها شيء من الطول مع ارتفاع من الوسط. طيب هيظهر إمتى؟ هيظهر لما الأرض تتملي ظلم. ممكن حد يقول في نفسه، طب ما هي مليانة ظلم، هو في أكتر من كده؟ الحقيقة إنها مش مليانة ظلم ولا حاجة، وأيوة في أكتر من كده. الظلم اللي مقصود في الحديث ده حاجة ضخمة جدا على مستوى الأرض كلها، لكن عصرنا الحالي مش كده والله أعلم. لسه الحق ليه صوت، ولسه الناس فيها خير. كل جيل بيجي بيفتكر إن الفترة اللي هو عايشها دي قمة الظلم، وإن الحق والعدل ضاعوا خلاص، بس لحد دلوقتي ده مش حقيقي. إحنا ما بنقولش إن العالم خالي من ظلم، لكن في نفس الوقت مش مليان ظلم، في ناس كتير جدا متمسكين بالعدل وبيقولوا كلمة الحق، والدليل ان معظم شعوب العالم رافضين الظلم اللي واقع على اخواننا في الارض المباركة، وقريب جدا الابطال هيتخلصوا من الظلم ده باذن الله. ففكرة ان الارض اتملت ظلم وجور دي لسه ما حصلتش. ربنا يلطف بالناس اللي هتعيش في الزمن ده، والله اعلم هو قريب ولا بعيد. طيب المهدي اول ظهور ليه هيكون فين؟ اول ظهور ليه هيكون في الحرم المكي بين الركن والمقام. الناس هتبيعه هناك وهو هيكون كاره البيع. يعني ايه؟ يعني هو مش عايز يشيل المسؤولية الضخمة دي، هو عارف ان الامر ده مش سهل ابدا، ده ممكن يكون مش عارف اصلا ان هو المهدي وخايف الناس تتخدع فيه مثلا، فهتتم البيع عليه وهو مكره. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ان ربنا هيهديه في ليلة، هنا بقى في احتمالات كتير اتكلموا فيها العلماء، اما انه كان غير مؤهل للقيادة فربنا هدا ليها، او انه ساعتها بس هيعرف نفسه، او انه كان عايش حياته عادي جدا بس عنده بعض الافكار عايزة تتصحح، او ما كانش ملتزم فبقى ملتزم. التأويلات كتير والله اعلم بالحقيقة. طيب هنا في سؤال مهم، لو واحد فيه كل الصفات دي والاسم وكل حاجة بالظبط، هنعرف ازاي ان هو ده المهدي الحقيقي؟ طبعا سيبك من كل اللي بيدعوا ودول مكشوفين جدا، تلاقي واحد مثلا اسمه عادل محسن ويقول لك انا المهدي، او واحد شعره طويل ويقول لك ما انا هصلعه بعدين، اي كلام. اصلا ان حد يقول انا المهدي اوتوماتيك كده اعرف ان مش هو، خلاص. العلامة المميزة بقى اللي هتعرف الناس ان هو ده المهدي هي جيش الخسف. يعني ايه؟ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام العلماء استنتجوا منه انه عن المهدي، بيقول ايه؟ بيقول ان في راجل هيحتمي عند الكعبة هو وبعض الناس، ففي جيش هيخرج مخصوص للقضاء على الراجل ده، الله اعلم ليه، بس اللي النبي ذكره ان الجيش ده من المسلمين، مين هم برضو الله اعلم. في بعض الروايات بتقول انه جيش من الشام، فلما الجيش ده يقرب من مكة ويبقى في مكان اسمه البيداء هيخسف بيه كله، مش هيتبقى منهم غير الشريد اللي هيحكي اللي حصل له. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال ده، سألته زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن الناس اللي كانوا في الجيش ده مصيرهم هيبقى ايه، خصوصا ان في ناس منهم ممكن يكونوا مكرهين على ده. فقال لها ان كل واحد منهم هيبعث على نواياه. فطبعا ربنا اللي عالم بحال كل واحد، اول ما العلامة دي تحصل كل المسلمين هيعرفوا ان الراجل اللي في الحرم ده هو المهدي، ومن هنا هتبتدي الموازين تتغير تماما. الاسلام هيكبر وينتشر بشكل هائل، العدالة هتتحقق في الارض وهيعم الرخاء، المطر هيزيد بعد ما كان انقطع، وده كان في ظل تواجد الدجال، فواضح ان زمن المهدي هيبتدي في اخر زمن الدجال والله اعلم، لان عصر الدجال هيبقى قحط، وقبله كمان بثلاث سنين في قحط، الا على اللي يؤمنوا بيه طبعا، دول هيبقوا عايشين في جنة الدجال. فلما يموت الدجال على ايد سيدنا المسيح عليه السلام وبعد يأجوج ومأجوج، هيعم الرخاء في الارض، قوى الشر هتكون تلاشت، مفيش حروب ولا شرك بالله، وكل مكان في الأرض هيكون آمن،
كل الناس مرتاحة وعايشين حياة جميلة جدا، لدرجة ان في الحديث واحد مثلا هيروح للمهدي يطلب مال، فالمهدي هيديله بدون عد، يعني بشكل سخي جدا، لا هو هيبقى عارف المال ده كام ولا اللي اخده عارف كام. وفي بعض الاحاديث اشارة الى ان اللي هيبقى عايز يتصدق مش هيلاقي حد يتصدق ليه، كل الناس مكتفية ومحدش محتاج حاجة، هتخرج النباتات والزرع تاني بشكل رائع بعد القحط اللي مر على الارض. هيعيش المهدي فترة مش كبيرة، في اختلاف في الروايات ما بين 7 إلى 9 سنين، وبعدين هيتوفى ويفضل المسيح عليه السلام موجود بين الناس لمدة 40 سنة، والله أعلم. ظهور المهدي من علامات الساعة الصغرى، لكن الفترة اللي هيعيشها هتظهر فيها العلامات الكبرى. ممكن نقول ان هو العلامة المفصلية بين العلامات الصغرى والكبرى. طيب هل في اي مؤشرات بتقول ان الزمن ده قرب؟ بص، هو زي ما قلنا لسه الظلم ما ملاش الارض بشكل ضخم، ممكن ده يحصل في وقت قصير جدا بسبب حدث ما، او لسه هياخد وقت شوية، والله اعلم. دي اول حاجة. تاني حاجة، في حديث بيشير لعلامة بقرب ظهور المهدي. الحديث مختلف على صحته للأمانة، لكن هنقوله من باب العلم بالشيء. الحديث بيقول: يقتطل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة. واختلف بعض العلماء على الكنز ده، هل المقصود به الكعبة ولا الذهب اللي هيظهر لما ينحسر عنه نهر الفرات. فكده عندنا 3 أشخاص هيتقاتلوا مع بعض كلهم أولاد خليفة، وبعدين قال: ثم لا يصير إلى واحد منهم، مفيش حد فيهم هينتصر ولا هيحصل على مراده. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. محدش دلوقتي يقدر يحدد مين هم بالظبط أصحاب الرايات السود، لكن بالنسبة لأرض الحجاز، قبل المشرق دي اللي هي بلاد فارس اللي هي حاليا إيران، وممكن أفغانستان وباكستان وما حولهم. راوي الحديث بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة هو محفظهاش، وبعدين قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. فهل ده معناه ان المهدي هيجي مع اصحاب الرايات السود ولا هيظهر لما هم هيجوا؟ الله اعلم، ده لو صح الحديث. يعني في الاخر احنا المفروض ما نستناش المهدي عشان حالنا يتصلح، المفروض نبادر احنا بالاصلاح ونرفض الظلم ونبدا بنفسنا، ولما ربنا يريد ويظهر المهدي يلاقي ناس عندها استعداد تتحرك مش مستنين ويصحيهم. ممكن واحد يقول في نفسه: هي جات عليا انا، يعني هو انا اللي هصلح الكون. ده غلط طبعا، هي المساله مش كده. اصل لو الفكره دي اتعممت هنغرق خالص بقى، ده ممكن ما يبقاش لنا وجود اصلا. انما لو كل واحد بدأ بنفسه، صلح علاقته بالله، رفض الظلم، شارك ولو بكلمة، هتفرق كتير جدا. اول الغيث قطرة، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويثبت ابطالنا في الارض المباركة وينصرهم نصرا عزيزا، اللهم امين. عرف المعلومات دي لغيرك، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك ان شاء الله. سلام.